نسيت شحال عندها عمل هي كثير طلعت من سنين دابا عندها عام عام ونص شحال هي دابا هي شحال داك الوقت الله يصاب الله يصاب الله يصاب هادشي اللي غنقدر نقول لك الله يصاب الله يهدي النفوس. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى كذلك يا رب رفعنا هذا البلاء وهذا الوباء هذا. اليوم معايا سعيد كيف ما كتشوفوا اكيد كنتوا تابعتوا القصه ديالو ولكن انا غنقولها بالمختصر وعاد غنكمل مع سعيد. سعيد كانوا صوروا مع قناه شوف تي في في الاول كان تهم الزوجه ديالو لانه كان طالب حضانه البنت ديالو على اساس ان الزوجه ديالو كانت يعني ما مزياناش كانت كتشرب يعني بزاف ديال الامور. من بعد كنا درنا مع الزوجه او طليقته بطبيعه الحال وكنا مشينا عندها حتى للدار وخدنا التصريح ديالها وهنا فين اتهمت الزوجه الزوج ديالها اتهمته بان هذاك الشيء كله اللي قال كذوب وبالاضافه انها اتهمته بانه ما خدامش اتهمته بزاف ديال الامور. اليوم سعيد بغى يرد على الزوجه ديالو وبغى يرد على بزاف ديال الامور ويوضح بزاف ديال الامور. وسعيد من هذا الشيء كامل كيطلب حاجه وحده كيقول لك انا ما بغيت والو بغيت حاجه وحده بغيت حضانه الحضانه ديال بنتي لان قال لك بنتي على حسب الاقوال مازال كنقول انا على حسب الاقوال ديالو لانه كيقول لك بنتي ما يمكنش تربى في وسط اللي هو خايب. اليوم غنسمعوا كل شيء من عند سعيد وبطبيعه الحال غيقول لنا شي امور اللي حنا مازال ما عارفينهاش. السلام عليكم. السلام اختي. كدير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كنشكركم كنشكر شوف شي فعل هذه المبادره الطيبه اللي تقوم بها وتنشكر كاع عندك الناس اللي داروا كومونتير على ان قالوا داك السيد لا راه علاش تديرك. انا تندافع على راسي وانا قبل ما نعيط لشوفتي في انا ما بغيت ندير هذا الشيء كاع ما بغيتش نشهره وما بغيتش نمشي للمخزن. رانا كما قالت لكم باللي ان صيفط لها ميساجات فعلا صيفط لها. سعيد دابا نمشي معاك شويه بشويه باش نبدا معاك بالفيديو اللي هي اول حاجه انا فاش كنت هضرت معاه وداك الشيء قالت بان هذوك الفيديوهات اللي كتشرب فيهم او كتكمي فيهم قالت لك بانك كنتي شاد عليها موس وهذاك الشيء كديرو بزاف طبعا حنا ما يمكنش نبينو التصاور. شنو ردك على هذا الشيء؟ انا قالت لك هزيت عليها جنويه وديتها. انا تعطيني تجيب هذه الكاميرا ولا تجيب لي اي شيء امتى شي هزيت على جنويه وديتها؟ انا بغيت نفهم. انا ما عمرني ضربت في حياتي ما عمرني هزيت جنوي انا في حياتي ما عمرني تنقت مع شي واحد ضربت معاه ما عمرني شديت تعايرت مع شي واحد جنويه ما عمرها جات في يدي جنويه تنهزوا حنا في العيد الكبير هادشي اللي تنعرفوا اللي تندبحوا بها وباش غنهز على جنويه علاش غنهز على جنويه؟ هي قالت لك في التصريح ديالها قالت لك انا كنمشي معاه انا مطلقين وما مطلقينش لا راس لا 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 حنا راه مطلقين كيفاش انا قالت لك عطاتني 200 درهم واخا انا بغيت نجي معاك نقطه بنقطه سعيد تشرحها للناس وندوزوا للنقطه الثانيه بالنسبه للجنويه هذه اللي قالت لك جالسه صحه بجنويه انا اللي غادي هذا اللي قالت لك هي دارت معايا هذا الشيء اللي وريتك انا دابا في التليفون قالت لك انا اللي ديتها وهذاك الشيء قالت لك جالسه عليه صحه في نظرتك اختي داك الشيء اللي شفتي صحه اللي جالسه كتشطح جالسه كتكمي جالسه كتشرب بزاف الحوايج بلا ما ندخلوا في داك الشيء هذاك الشيء كيبقى حياتها. انا راه ما كنهضرش على هذاك الشيء اللي كدير انا كان هذا الشيء كنهضر على بنتي صافي انا ماشي تقول لي لا رداني صح انا اللي نفرض انا كما حنا لا نقولوا ديتها انا شكون؟ طليقه انا طليقه انا بحالي بحال الناس بحالي بحال اي واحد كيفاش غنجي نهز على جنويه؟ انا ما هز على لا جنويه لا والو ما عمرني هنا هزيتها بالموطور من حدا الخدمه راه قلتها في الفيديو الاول هزيتها بالموطور من حدا الخدمه اييه وديتها لحدا دارهم كاينه ولكن راه ملي ديتها حدا لدارهم طلبت منها باش نشوف بنتي قالت لي بنتي عند اختي قلت لها ملي تجيبيها دوزيها لي المهم هذاك الشيء راه هضرت فيه علاش نختصر الهضره ملي جابت الدريه عيطت لها في التليفون قالت لي راه لقيت اختي جابتها للدار رانا ملي بقيت كنعيط في التليفون ما كتجاوبنيش رانا انتقلت للدار رانا هضرت بداك الفيديو الاول بلي ان السيده ما كايناش ملي جات سكرانه رانا باقي تنقولها وتنعاود. واخا سعيد بغيت نسولك واحد السؤال انت فاش يلاه تزوجت فيها واش كنتي عارفه بانها كتكني كتسكت؟ شي هاد السيده هادي انا راه ماشي داير هادشي على ان باغي فلوس انا باغي والو انا السيده باغي غير بنتي ما باغي منها حتى شي حاجه هذاك الشيء كيبقى حياتها. هاد السيده باللي ماشي قالت لك انا ما خدامش وقالت لك جلست في دارنا 3 شهور قالت لك ما خدامش فوالا قالت لك هو المراه الاولى اللي كتصرف عليك فوالا انا ما خدامش
ماشي مشكل، انا راه خدام كنخدم في العراس وراه كاينين الناس كاع تيعرفوني فهمتي، كلشي تيعرفني. وهي داك اللي غادي تهضر، انا عندي الاهم حاجه هما الجيران، وانا باش ضرني الحال وخرجت تنهضر يعني داكشي ما غاديش يضرني انا وسط عائلتي. واخا تقول هكا كان ما غيضرنيش هادشي وسط عائلتي ولا وسط دربنا ولا وسط دربهم ولا عائلتهم، انا عارف اللي كاين وانا بوجهي احمر، وانا راه ولد عائله كبيره، راه ماشي انا ولد الحمد لله عادي. ولكن الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول هي ان قالت لك داني ملي تخاصم، ملي كانت جالسه معنا في الدار وكانت كترد عليا بناتي بجوج ياك، قالت لك كانت جالسه مع مرتك الاولى وكانت كترد عليك بنياتك بجوج، قالت لك كانت كتردع مع مرتك الاولى. نعم سيدي. قلت لهم لا فهمتي، قلت لهم لا، انا ما غنقولش لها لا انت ماشي ماشي ما ردعتيش لي بناتي. اه ردعتي لي بناتي ماشي مشكل فهمتي، ردعتي لي بناتي وجلست في الدار، ماشي انا اللي ماشي انا اللي جبتها، وقالت لك اختي اللي دارت لي السبوع، ماشي ماشي اختي، ماشي اختها ديال الله يحفظك لي، الله يحفظك سمح لينا. قلت ليه قلت لي قالت لك بلي ان انايا كترد عليا بناتي. اه جابت المدام، مشات عندهم المدام، والمدام بالاذن ديالي باش مشات عندهم، لان انا قبل ما غتمشي عندهم المدام انا اللي جبتها عندهم، انا اللي ديت مرتي عندهم، وانا كنت خدام فاش ديت مرتي دخلت مرتي عندهم ومشيت للخدمه. وقلت لها مرتي ملي هي اللي طلبت مني ان باش تمشي عندهم وباش تجيب هذيك السيده باللي ان باش تجلس في الدار وندير لها انا ديك الرجعه وداك الشيء. انا ملي طلقتها في الاول صافي ما بقيتش كنتيق، يعني ما طلقتها بزز من هذا الشيء كامل. مرتي ماشي تخاصمت معاها الرسل على التلفازه ولا شيء، مرتي وقع سوء تفاهم بينها وبينها هي، بينهم بجوج، بينهم بجوج. قالت لهم هرست التلفازه، انا ما هرست التلفازه، راه مرتي هي راه باقي حيه. وقالت لك باللي ان انا هذا الشيء ما كاينش، وفي هذا الشيء كامل هو هذيك السيده ملي خرجت من عند مرتي ومشات جلست في دارنا قالت لك 3 شهور كذبت كذبت كذبت. راه ماشي انا غادي نهضر معك، انا اللي كنهضر فمي واش نهضر بالدليل. انا اي واحد يتصل بيا واي واحد يجي عندي ما باغي منه حتى شي حاجه، ما باغي منه لا فلوس لا حتى شي حاجه، انا اي واحد يجي ونعطيه الدليل والتصحيح بلي ان ديك السيده راه ما تسوى ما تصلح، لان فيها الكذوب بزاف. جلست في دارنا شهر انا وياها، وملي جبتها قالت كريت ليها في زنقتهم حدا دارهم. يا قالت لك سعيد بانك عمرك كريت لها سبعه السكنات، سبعه الديور في السيكشور ديالهم، سبعه الديور ماشي كاري ليها هي، انا كاري لبنتي، ماشي كاري هي مطلق منها، انا كاري لبنتي. ملي خليت بنتي عند مشيت كريت لها في زنقتهم جوج الخطرات، في زنقه جوج الخطرات، وفي زنقه سته جوج الخطرات اللي هو في دربهم سيد الخادير، وكريت لها في مازوله، وكريت لها في دوار الزفت اللي هو اللي فين كاينه البنيه دابا جوج الخطرات حدا ختها، لان هذيك السيده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانا ماشي كاري لها هي، انا كاري لبنتي، لان بنتي هادشي اللي عارفه هما راه ما عندهمش السكنه على قد الحال، داكشي اللي يقسم الله صح. يعني مرتاحين فيه داكشي اللي تيقدمو ممكن. قلت لها انا من الاحسن جات عندي قالت لي وانا ما رضيتش قدام عيالات خوتي وهادو، قلت لها ماشي مشكل سيري قلبي على هذا، وقلبت على بيت ومشيت انا عند مور الدار. راه هذوك الناس راه سبعه الديور ماشي في السيكشور ديالي، هذوك الديور في السيكشور ديالها، هذوك السبعه السكنات ماشي في السيكشور ديالي، في السيكشور ديالها واللي في دربهم اللي هو في سيد الخادر. وهذوك الناس ما غاديش يحرفوا الشهاده، هذوك الناس غنمشيو عندهم وغادي نسولوهم بلي ان انا واش كنت كنخلص هاد الكره، واش انا كنت كنجيب هاد السيده السير، واش انا هاد السيده عمرني خرجتها بلا عيد، ما عمرني خرجتها بلا عيد، كتعيد بالاعياد وهذا الشيء الا قالت ما كاينش، كاين عندي الدليل الصحيح، انا كنهضر بالبروف ما كنهضرش بفمي، كلشي عندي في تليفوني وكل شيء. عندك بالنسبه ندوز معك سعيد كذلك بالنسبه ل 200 درهم، قالت لك واحد النهار قالت لك مشات للمعمل خدات خدات واخا نكمل خرجت جوا فيه تقريبا قالت لي 14000 ريال، جيتي انت قلتي لا غنمشي نصاوب موطور ما نصاوب موطور، اعطيني 200 درهم، شنو ردك على هذا الشيء؟ اش غنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشيء. كيفاش انا جيت عندها بالموطور؟ هذاك النهار اللي هزيتها بالموطور، هذاك هو النهار اللي هزيتها بالموطور وديتها لدارهم، وهذاك النهار فين غندي الدريه
كيفاش ديتها؟ عطاتني 200 درهم ومشيت جبت الشراب ولا شنو؟ ما فهمتش. قالك عطيت خديتي 200 درهم ومشيتي جبتي الشراب. وانا داك النهار اللي غنهزها بالموطور هذاك النهار هو فين غادي نرجع عندها بالليل وغادي نلقاها ما غنعيط ليها في التليفون وما غتجاوبنيش، وراه مرت باها كاينه وختها كاينه والجيران ولاد دربهم كاينين. راه انا قبل ما تجي هي انا راه في الدرب من 9 والمرت من 10 وانا في الدرب كنتسنى فيها، ما جات حتى 11:30 وانا كنتسنى فيها. ملي جات راه جات، رانا هضرت في الفيديو الاول كيفاش الحاله اللي جات. جات انا شميت فيها الريحه، تصدرت عند الدراري بدون شعر، قلت لهم راه سكرانه ما تسرطتش لي، قلت مسكرانه. قالوا لي سير بدل بالصعب خرا، مشيت في حالاتي. هذاك هو النهار باش انا غنجي نهز كيفاش. قلت لك حق عاوتاني انا ضربتها ب، قلت لك ضربتيها بالساروت. هذاك النهار اللي قلت لك ضربتها بالساروت، ماشي ضربتها بالساروت. انا نقول لكم علاش. دابا سعيد نحاول نوضح. الله يرحم الوالدين. من الحق انا مشوف. انا كنتذكر داكشي اللي قالت. انا كنتذكر معاك. شوفي قالت لك بلي انا ضربتها بالساروت، ما ضربتهاش بالساروت. لا هذاك النهار جيت عندها مع 12 تما لحدا الخدمه، ماشي كنت عندنا، كنت لاسيرونس اللي داير فيها الكسيده كاينه حدا الخدمه ديالهم. دزت لاسيرونس، عطاوني داكشي اللي خصني، الاوراق اللي خصني ناخذ، وطرقتها. قالوا لي راه مشات للدار. مشيت في حالاتي، هي مشات تغدى، مشيت في حالاتي. هوت في العشيه فاش غادي عيطت لها في التليفون ما جاوبتنيش. في العشيه رجعت تلاقيت معاها طالعه في الزنقه، ما تلاقيتش مع حدا الخدمه فهذيك الزنقه اللي غتخرج هي من الخدمه غدور بغات تمشي للشارع، تلاقيت معاها تما. قلت لها هادشي علاش علاش البارح كانت عيطت لي في التليفون وقالت لي واحد الهضره خايبه، يعني نقاش عادي هضره تناقش انا وياها في التليفون. قالت لي بلي ان، قلت لها شوفي هاد المره ما تبغي تقولي لي شي حاجه ما تبقاش تقولي لي في التليفون اي حاجه، التليفون ما تبقاش تهضري معايا فيه. بغيتي شي حاجه جي عندي للدار في عكاشه، عند مرتي من حقك جي قولي لي اشنو بغيت، بغيتي اي حاجه بغيتي جي قولي لي. ولكن باش تعيط لي في التليفون ولا تقولي لي شي حاجه في التليفون خايبه ما تقوليهاش ليا، اي حاجه جي للدار انت عارفه، يعني مرتي ما غتجري عليك ما والو. ولا تقول لي انا عشان شنو بغيت، قالت لي اشنو بغيت، قالت لي انا ما بقيتش باغا والو. انا عطاني اتساع وديك الدريه بغيتي تحطها في الحاله المدنيه حطها، ما بغيتيش تحطها في الحاله المدنيه ما تحطهاش. وقالت حق هذه الكلمه ديال الحاله المدنيه، الحاله المدنيه قالت لك بانك ما بغيتيش. الحاله المدنيه انعرت الله وعاليه، وما غنقولش انعرت الله وعاليك، انعرت الله وعاليه انا اللي كذبت، انا ما غنعايرهاش ياك. الحاله المدنيه قالت لك فاش تلاقينا في السبيطار وانا قلت لمرتي زيدي تسامحي مع مرتي، ماشي انا اللي قلت لها تصالحي مع مرتي، قالوها ليها الناس في السبيطار. الهضره اللي قالت بان مرتك الاخرى ولدت، هي ولدت الثلاث والاخرى ولدت السبت، يعني بيناتهم 4 أيام. حطيتي البنت المراه من المراه الاولى حطيتيها في الحاله المدنيه، وهي رفضتي انك تحط بنتك في الحاله المدنيه، هذه هي الهضره اللي كانت قالت. واخا انا اللي تنقول دابا اي حاجه قالتها انا عندي عليها دليل، مازال باقي كنقول عندي 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 اثباتات على هادشي اللي كتقول ان ما كاينش. فاش جات مرتي للسبيطار انا معيط للاخرى، معيط لها هي نيت، قلت لها جي. جات هي وختها، هي وختها، وهذيك ختها الله عمرها دار مزيانه، فمها تبارك الله ما شاء الله، سمعتي فمها ما شاء الله تبارك الله عليها، يعني كتعرف تهضر كل شيء. هو هذاك ما غاديش هذا ملي جات قلت لها تجي تشوف اختي، قالت لي قلت لها عطيتي شنو غادي ديري، قلت لها عطيتي غادي ديري، قالت لي اشنو، قلت لها كنت صالح شت وياها وهنيت الصداع. وهي تقول لي شوف خليني. جات واحد الفرمليه كتعرفهم بجوج، جات هضرت معاها مرا الفرمليه باقه في السبيطار، هضرت معاها قالت لهم تصالحوا مرتي، انا جات وقفت عليها بحال ما هكا بغات تصالح معاها، انا بغات تهضر معاها عادي ياك. وفكرني في واحد النقطه، واحد النقطه اختي قالت لك انا جيت خطبتها وهي ما عارفانيش مجوج. قالت لك خليني نكمل هذه النقطه وفكريني في هذه. قالت لك ملي هضرت معاها مرتي، ماشي قالتها غير هي، قالتها الاب ديالها. بلاتي الاب ديالها ما كانش معانا. واخا نكمل معاك هذه وندوز معاك. ملي جات وقفت عليها بحال ما هكا، هي جالسه والاخرى واقفه، مرتي واقفه عليها عند راسها وهازه بنتي الصغيره. والناس كيتعاقروا معاه، تم من ذاك الماجور ديال السبيطار كيقول لها تصالحي مع السيده، وانتم ما مخاصمينش بيناتكم، هو راه راجل وانتم راكم عيالات وكونوا خاتها. تقول لهم سيروا بعدوا منا، وداش كدير بيدها بحال ما كنتش كتغوش. صافي قلت لها اجي بحالاتك، مشيت دخلت صيفط ليها الكتاب ديالها ديال الجلبه بلاكارت ديالي بالورقه ديالي، شديت هذاك الشيء عطيته ليها باش غتشد النوبه تدخل تجلب. مرتي جلبات هي، بقات هي وراها
قلت لها يلا وسر بيت جلبي، قالت لي انا ما غنمشيش معاك للمقاطعه، سير حط بنتك وخليني انا حتى الغدا نتحط حط لي الدريه. قلت لها واخا. وصلت للمقاطعه قلت لها هانتي ها هي راه جلبت، ها هي راه تحطت الدريه ومشات، واجي عندي حطي بنتك. قالت لي انا واش قرايت خشها ولا الله اعلم. قالت لي انا باغي شحاله مدنيه ديالي بوحدي. قلت لها راه المحله وانا ندور عند السيد باقي حداه. قلت له واش ممكن حاله مدنيه وحده كتكون حاله مدنيه؟ درت عند السيد انا ما عارفش نكذب عليك، درت عند السيد لف ها هو اللي باقي هو باقي حي. سولته قلت له واش ممكن عاود دير حاله مدنيه اخرى؟ قال لي لا راه كاينه حاله مدنيه وحده، علاش غيعطيوك حاله مدنيه؟ قلت له هاك اخويا هضر معاه، راه هضر معاه هو راه باقي حي هو راه باقي ما ماتش. قال لي اختي جي حطي بنتك. قالت لي يا ودو، قالت لي دوزوا لي قطعت عليه يا ربي قطعت عليه. عيطت لها قلت لها واش غادي تحطي بنتك؟ قالت لي لا ما صيفطتش لي حاله مدنيه ديك السر تبخر خليها لا تبخر بها، انا ما بغيتش ديك حاله مدنيه، انا غنصاوب لبنتي حاله مدنيه ديالي راسي، وهذا الشيء راه دزنا فيه عند البوليس، وهذه الهضره اللي تنقول لك راه ما فيهاش قايله عند البوليس. وصلنا للبوليس بسبب هذا الصداع على وديت الحاله المدنيه، وقلت لهم نفس الهضره وهي فمها كتقولها. ومؤخرا راه عندي بها فيديو عاوتاني مشيت انا وياها للمحكمه ومسجلها، راه عندي ثاني فيديو هنا اختي في التليفون ديتها للمحكمه، قالت لي بغيت حاله مدنيه اخرى، قلت لها انا غتمشي يلاه تمشي. ومشيت ودرت لها فيديو كتسولوا في السيده في المحكمه، وقال لها قالت لها السيده واش انت عندك شي علاقه في الحاله المدنيه؟ غيتصاوب لك حاله مدنيه ديالك، غيتصاوب بنته غيحطها في الحاله المدنيه ديالو، انت اش دخلك في هذا الشيء؟ عاد حضرت راسها وجات. ملي جيت بغيت نصاوب الحاله المدنيه، بغيت نمشي نحط الدريه في الحاله المدنيه، خاصني نسخه كامله ديالها، وخاصني اعتراف بالاب ونكون انا وياها. ولكن قالت لك هي، ولكن تسمع قالت لك هي بان ورقه ديال السبيطار انها خديتيها لها. السبيطار حتى هو اختي انا باقي تنقولها، انا الا كنت هذا الشيء اللي كتقول بلي ان صحيح، انا بغيت الامن الوطني يجي يديني اليوم بلا ما يتسناونيش الغدا، يجيو يديوني وغادي نديهم عندي كل شيء بالدالي. السبيطار راه يلاه خدات منه الورقه بلا كارت ديالها وعطاوها لي السبيطار، ما كيعطيوش الورقه للراجل كيعطيوها للوالده. راه هو دابا لوجيست السر مقيد فيه كل شيء، مقيد فيه كل شيء. راه هي الله خداتها، راه خداتها في 2021 خدات الورقه ديال الاولى ضاعت، ماشي ضاعت عندي انا، قطعناها تخاصمت انا وياها وتقطعت. انا نقول لك الصراحه تقطعت، والكتاب ديال الجلبه ديال لبنى راه عندي وهي عندها. دابا غندوز معاك الموضوع الاخر ديال ان قالت لك بان هي ما كانتش عارفك مزوج، قالت لك انت فاش فكرتيني في الله يرحم الوالدين بلي ان قالت لك سعيد واحد الدقيقه قالت لك بانك فاش جيتي خطبتيها ما كانتش عارفك مزوج نهائيا، قالت لك فات الموضوع حسال من بعد. واخا اختي شنو ردك على هذا الشيء؟ هذه غنقول انا الله ينزل عليا النعله، انا الا كذبت انا ما غنقولش استر الله ينزل عليك النعله، راه ربي غينزل عليها النعله وهي راه نازله. ملي غنتعرف على انا ديك السيده دينا تنهضروا، قالت لي قلت لها انا راني مجوج، وماشي انا اللي قلت لها مجوج باش نكون واضح انا وياك، قال لها صاحبي قال لها راه مجوج. جات سولتني قالت لي سعيد ما تكذبش عليا واش انت مجوج؟ قلت لها اه مجوج. قالت لي علاش كذبتي عليا؟ قلت لها ما كذبتش عليك ما والو، انا مجوج وعندي حق ندير اربعه العيالات فكاين المشكل. قالت لي وهي اللي درتيها. المهم بقينا كنهضروا، داز بحال هكا بهذا الضحك وهذا داز مع المده، صدق داك الشيء بصح. وملي بغيت غنمشي نتزوج بها عيطت على مرتي، هي راه باقي حياتي، هي راه ما غاتخرجش عليا الشهاده، راه ما تعقل لا عليا لا عليها، هذيك راه عندها نيشان، انا مرتي الاولى واخا يكون بام تقول لها فيه تفرقع لي في وجهه، يعني راجل ماشي امراه، هذيك الاولى عندي راجل ماشي امراه. قلت لها اجي راه شنو وقع لي؟ كذبت على مرتي، انا كذبت على مرتي وهي كذبت على دارهم، انا نقول لك كيفاش انا كذبت على مرتي وهي كذبت على دارهم. انا مشيت لعند مرتي قلت لها كذبتي على مرتك؟ انا كذبت عليها، انا كذب عليك الصراحه، انا نقول الصراحه. مشيت عند مرتي قلت لها حق السيده راه حملات مني، هي ملي بغيت نمشي نخطب هذه باقي ما مشيتش خطبش، قلت لها راه كيفاش غندير؟ دير معايا شي حل وهادي وهادي وهادي، وهي تقول لي واش غنقول لك؟ سير منك ليها، ولكن السيده نشوفها هو الصالحه ولا ما صالحاش، حنا راه حنا كنخرجوا نخدموا. مرتي اصلا الصيف كامل عندك 6 شهور في العام ما كتجلسش، ما كتخليش تقعد في المغرب، كتخرج تخدم. حنا ما تنجلسوش، بناتنا كنعطيوهم غير الناس. قلت لي صافي خليها تجي تجلس معنا في الدار، حنا بحال بحال كل شيء. قلت لها ماشي مشكل، ولكن تنشوف هاد السيده كي دايره. جلست هي وياها في قهوه القدس اللي في الولفه، هادشي باقي ما خاطب ما مكاتب ما مجوج. جلست هي ومرتي اونسومبل، مرتي هي راه باقي حيه. بدات كتهضر هي وياها، قالت لها شنو؟ قالت لها تنو دادم، خليتهم تيهضروا بعدت منهم انا. جيت جلست ناضو.
ملي ناضو مرتي شدا الطاكسي مشات، ما مشيتش مع مرتي بقيت معاها. قلت لها دابا اشناهو؟ قالت لي باللي ان غادي تمشي لدارنا غتجي تخطبني، ولكن دارنا ما تقولش لي راني مجوز. يعني باش تخبي شنت كاتب واحد يساق الخبر. ملي انايا قلت لها بحال هكا، مشات عند مرتي قلتها لها. مرتي مشات زدت بنتي ومشات عند دارهم. قالت لهم ما يكذبوش عليكم، هاتي تخطبت. قالت لهم ما يكذبوش عليكم، انا باقي ديك الساعه ما مكاتب معاهم. قالت لدارهم ما يكذبوش عليكم، راه انا مرتو وتا هي مرحبا بها. واخا سعيد دابا حنا هادشي اللي كاين رديتي تقريبا على كاع الاقوال اللي قالت. انا دابا غنوصل باش نختم، غنوصل سعيد شنو بغى من هادشي كامل؟ انا اللي بغيت من هادشي كامل، انا ديك السيده كتقول لك انا هذيك السيده كتقول لك انت باغيها وتابعها وباغيها ما باغي. لا انا نكذب، انا ما باغي. واش انا غنبغي شي وحده غتشرب؟ غنبغي شي وحده تكمي؟ غنبغي شي وحده تنفح؟ غنبغي شي وحده انا داكشي واصل لي كامل وعاد باقي غادي ندور جيتها انا تكون هانيه مني؟ انا واخا دوز من الحدايا دابا انا ما غنأداش على المخزن اللي غيأديها. انا ما بقى بيني وبينها والو. المخزن اللي غيأديها هذاك القانون، هذاك الحق. المخزن انا ما باغي منه حتى شي حاجه. انت باغي بنتك؟ انا باغي بنتي فقط. انا ديك السيده ما باغي منها والو، ما باغي منها، ما باغي نتابعها، ما باغي نصيفطها الحبس، ما باغي حتى شي حاجه. انا باغي غير بنتي. هذا الشيء كيبقى حياتها. وكتقول لكم انا جاهز عليا جنويه وكنعاود نركز على لا المشاهدين كاملين اللي كيشوفوا فيا داخل المغرب وخارج المغرب باللي ان انا كنقول المشاهدين داخل المغرب وخارج المغرب انا راه ما باغي حتى شي حاجه. انا باغي لي اي واحد بغى يشوف فيا راه نمره التليفون ديالي تما وشاف شي شوفه خايبه فيا يجي ويعرف على السيده الحقيقه ديالها من عندي. وانا كنتحدى اي واحد اللي قال لديك السيده انا مظلومه، انا بالدليل وبالبروف انا راه ما ظالمش. حنا المظلوم والظالم والمظلوم كيبقى القضاء هو اللي كينصف. الله يرحم الوالدين. انا شفت شي تعليقات، لا انا شفت شي تعليقات كيقولوا باللي انا داك السيد كاين خايب وكاين زوين، كاين خايب وكاين زوين. انا كلشي، انا كلشي خوتي، كلشي انا كنشكر كلشي، ما عنديش مشكل. ولكن استاذه واحد الحاجه غنقول لك، انا اللي باقي تنركز عليك كتقول لك هذاك السيد ما خدامش وداك السيد ما عمرو صرف وداك السيد راه كرا له سبعه الديور، سبعه الديور عباد الله وفي السيكشور ديالهم، ماشي في السيكشور ديالنا غيحرفوا عليا الشهاده، راه في السيكشور ديالهم اللي في دربهم. وانا اللي تنقول من هذيك السيده انا راه ما باغي منها حتى شي حاجه، باغي غير بنتي وما تكذبش عليا. وانا كنطلب معاه المواجهه في اي، بغات نتواجه مع البوليس نتواجه معاها، بغات نتواجه معاها في المحكمه نتواجه معاها. القانون غياخذ الحل مجراه. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، سعيد باش غنلخص انا الخلاصه ديال هذا الشيء، سعيد ما باغي منها والو، حياته هذيك شغلها هذاك. انا مازال لحد الان كنقول على حسب اقوى شنو كيقول سعيد. سعيد كيطالب بالحضانه ديال البنيته ديالو اللي كتبلغ من العمر 3 سنين، نظرا كيقول لك بان بنتي ما بغاهاش تربى في واحد الوسط اللي هو خايب. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، بغيتي تقول شي كلمه؟ اختي انا اللي بغيت نقول دابا هو ان هاد السيده هذه انا راه ماشي كندير هاد الشيء انا باغي نشوهها ولا باغي نفضحها، هي دابا براسها هذاك وقالت لهم باللي انا كنمشي معاه. انا شكون انا اللي غادي تمشي معايا؟ انا راه انا ماشي راجلها. الا اللي غتمشي معايا انا وغدير معايا شي حاجه غدير مع كل شيء. سالينا دابا انت سعيد كطالب بحضانه ديال بنتك بالبنيه وصافي وهادشي اللي باغي والله يخلص كل واحد وسمحوا لي بزاف وشكرا لك. تبارك الله عليك. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.